بدات لسه متاخر ب 21 سنه 23 سنه بدات ادخل تصنيف العالمي وده كان شيء مستحيل. في تاني بطوله دوليه حسيت بتعب غير عادي، الم داخل وانا طبيعي جسمي قوي يعني سبعه يعني لغايه ما وقعت في الملعب عرفت ان عندي فشل في القولون العظمي واخطر من سرطان. كنت بدور على الانترنت هل في حد رجع تاني للرياضه بعد فشل في القولون العظمي، ما كانش في حد خالص، العكس السرطان في ناس رجعت منه لكن فشل في القولون العظمي ما حصلش. فكنت بحاول ارجع طول الوقت وعارف ده شيء مستحيل. قعدت سبع سنين تقريبا بحارب في مرض صعب الانتصار عليه جدا، مشاكل في الكبد حصلت، في الكلى حصلت، غرغرينا في الايد، وزن 140 كيلو من الكورتيزون، كانت حاجه صعبه يعني. لغايه ما قدرت ارجع في 2016 العب بطولات دوليه ومحليه في اسبانيا، وبعد كده 2019 دخلت تصنيف العالمي تاني لكون اول رياضي في العالم يرجع للتصنيف العالمي بعد فشل في القولون العظمي. اول حاجه كنت بحاول ان انا اشرح له احنا هنعمل ايه وان احنا هنجري عمليه لزراعه النخاع وان الدنيا، لكن هو ما كانش يعني مركز قوي في هذا الكلام. وهو السؤال الوحيد اللي كان بيشغل باله انا متى ساعود الى ملعب التنس. وانا طبعا في قرارة نفسي كنت بقول مش هيعود لملعب التنس يعني انما انا كنت غلطان، لانه الحمد لله بعد ما اجرى عملية زراعة النخاع وبعد ما جاله شوية مضاعفات من عملية زراعة النخاع والحمد لله قدرنا نتغلب عليها وهو قدر يتغلب عليها بالإرادة، بالإرادة عاد إلى ملاعب التنس وعاد إلى ممارسة الرياضة، ومش بس كده ده عاد لممارسة التنس على مستوى البطولة وبقى من المصنفين، فدي طبعا شيء يقارب المعجزة. فكرة الحملة جت بعد ما اختلف في الكونجرس اللي هو اتحاد World Cancer Congress اللي هو في جنيف يعني كأول رياضي في العالم أو الرياضي الوحيد في العالم عمل ده. فكرت أفكر إيه اللي خليني أعمل دليل الأمل، فكرت في حملة منحي الأمل العالمية أو هوب جيفر كامبين واللي بتلف أكتر من 14 دولة في العالم، والعالم كله كان مرحب بيها جدا في أول، فرنسا، سويسرا، تونس، لبنان، 14 دولة ما حصلش قبل كده في العالم من حاجة زي كده تحصل بالشكل دوت. فكرة إحنا نغير للناس مفهوم إن هم يموتوا، مفهوم إن هم يطلعوا وهم شعرهم واقع، السعادة والفرحة دي كانت نقطة مهمة جدا. موجودين النهاردة لأن ده بيدي بادرة أمل لكل من هو زي أنور كمان، لأنه إن أنا لا ممكن أعود وممكن أمارس حياتي الطبيعية وممكن أحقق بطولات وممكن أعود للرياضة، فده طبعا حاجة جميلة جدا وبادرة أمل لكل المرضى، وإن شاء الله يعني ربنا يشفي الجميع. مفيش مستحيل يعني، أنا كنت واحد حياتي وزني كان 140 كيلو وشكلي كان غير كده خالص، النهارده رجعت رياضي تاني، مفيش مستحيل، مرحلة صعبة هتعدي. هو يعني شرف لأي فنان المشاركة، وأي شيء بيحمل طاقة إيجابية للمجتمع ده دورنا وإحنا لازم نشارك. أنا سعيد جدا بالفكرة وسعيد بالمؤسسة طبعا اللي بتدعم هذا الاتجاه، لأن إحياء الأمل وفكرة إن إحنا نزرع دايما الأمل في نفوس الناس ده شيء مهم جدا. حتى الإنسان الصحيح اللي ما عندوش أي مشاكل لازم يحافظ على البوزيتيف انرجي اللي عنده، لازم يلعب رياضة، لازم ياخد باله من نفسه، لأنه ثبت في الآخر إن كل الأمراض العضوية أصلها بيرجع في الآخر لضعف نفسي أو ضغط نفسي أو ستريس نفسي. فالفكرة حلوة جدا، فكرة الوقاية وفكرة الدعم ده شيء مهم جدا جدا، وده دور كل الناس اللي في المجتمع مش بس الفنانين. يعني ازاي الانسان العادي يعني يشع طاقة ايجابية في محيط شغله، في اسرته، في اصحابه، في المجتمع، ده شيء مهم جدا. وثبت النهاردة ان علوم الطاقة بتتكلم ان النجاح كله بيجي من الاتجاه ده، فكرة الطاقة الايجابية.